الخير واهلا بيكم في فقره جديده معيش صح. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا، هي المناظير. هنتكلم النهارده عن المنظار البطني، هنعرف عنه اكتر، امتى بيتم استخدامه وهو مفيد ولا مش مفيد بالنسبه للمراه، وايه هي الحالات اللي بتستدعي نعمل منظار بطني. لكن اسمحوا لي في البدايه نرحب بضيف فقرتنا النهارده، هو الاسم الكبير في عالم النساء والتوليد، هو الاستاذ الدكتور احمد راجح، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجهري وجراحه المناظير، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المناظير، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات دار الأم. مساء الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك. دكتور، فقرة جديدة عايزين نتكلم فيها النهاردة عن دور المناظير في علاج أي مشكلة بتعاني منها المرأة. يمكن احنا مش عارفين المنظار البطني ده هو إيه. تعرف شيرين، ليه لما بسمع المنظار الواحد بيبتسم؟ لأن جراحة المناظير احنا اتولدنا عشان خاطرها، وفعلا فضل من عند الله سبحانه وتعالى ان جراحه المناظير في مستشفيات دار الام تقريبا لها دور كبير جدا بالنسبه لجراحات امراض النساء والتوليد او تاخر انجاب. عدد تعداد، لو قلنا تعداد الحوامل بعد مناظير بطني، بسم الله ما شاء الله حدش يشرحها غير الحكم المجهري. انت عارف الكلام ده كويس. اوكي. الجراحه المناظير عندنا جراحات، بنقول يا جماعة إن المناظير عملت لدور معين تقوم بيه. لكن للأسف الشديد سيدة مثلا دلوقتي بتعمل تأخر إنجاب، طب تأخر إنجاب السيدة منتظمة، الدورة حلوة والدورة كل حاجة كويسة الفل، بنفاجئ عملت منظار. لازم أنا، إحنا كمستشفى دار الأم، بنبه الناس لحاجتين. المنظار عمل للجراحات أو التشخيص. تمام؟ طب أنا سيدة دخلت تعمل جراحات معينة بدرجات، أنا بقول حاجة عامة لسه، ما دخلتش في جراحة المناظير خالص. تمام، أوكي. تمام، أنت قلت يعني إيه منظار بطني؟ الجراحة التقليدية حضرتك تقصد. منظار البطني. أوكي. ليه سمي منظار بطني أولاً؟ عشان بيخش من التجويف الداخلي بأي مكان بقى، على حسب الحالة. حالة مركبة الشبكة هخش أدخلهم فوق، حالة مش مركبة حاجات معينة، بيخش من التجويف الداخلي البطن، بيخش على الرحم وعلى الأنابيب وعلى المبيضين. فعشان كده سمي منظار بطني. تمام؟ طب دور منظار بطني لا ليه ادوار كبيره جدا في تاخر انجاب، وانا عاوز انبه على حاجات مهمه جدا. اتفضلي كملي اسئلتك عشان نقدر نجاوب في الحلقه. طيب دكتور، المنظار البطني ده احنا نقدر ان احنا نستخدمه كعلاج ونقدر ان احنا نستخدمه كتشخيص. تمام. طيب لو حضرتك كده هتقسمهم لي حتتين. تمام. يبقى نتكلم امتى ان احنا نقول احنا هنشخص بيه السيده الموجوده او اللي بتعاني من تاخر الانجاب، ولا هنشخص بيه اي حاله؟ تمام. او اي نوع من انواع المرض؟ لا بصي يا شيرين، حلو. بصي يا شيرين، المنظار البطني من ضمن الفحوصات الرئيسيه في تاخر الانجاب. بمعنى انا دلوقتي جت سيده سنها صغير، اوكي، الدوره عندها منتظمه جدا، وجوزها كويس جدا، ومفيش ادنى مشكله، وعملت الشعب الصبغه كويس، ومتابعه الطبيب بتاع السيد كويسه، وجميع الهرمونات كويسه. السيد قعد سنه ونص ما حملتش. هل ان انا هعمل لها حقن مجهري؟ لا. هعمل لها الحاجه الثانيه اللي هي المنظار. المنظار البطني بيوريني بقى لو انا عملت اشعه بالصبغه وفي التصاقات في قلب الانابيب الخارجيه ممكن ما تبانش. لو انت عملت اشعه بالصبغه وكان السيدي في بعض التصاقات في قلب حوالين المبيض، ما بيتحركش المبيض، هيبان بالمنظار. في حاجات كتير جدا لا تبان بالاشعه بالصبغه هتبان بالمنظار. فهتبان بالمنظار، فبالتالي هتعالج بالمنظار. فهنا بقى دور المنظار تشخيصي وعلاجي. مش ان انا اخش واطلع اسئله اقول لها شكرا على كده اتفضلي، لا، بقى تشخيص وعلاج. برضو بقول للناس ان اي سيده الدوره بتاعتها منتظمه مش محتاجه اول حاجه علاج للتبويض. فبالتالي لو دخلت عملت منظار لتاخر الانجاب، مش لازم يا جماعه اكوي المبيض، مش لازم اعمل كي للمبيض ليه سيدة لا تعاني من نسبة كيسات أو لا تعاني من عدم انتظام دورة. تمام؟ هنا مش إني دخلت إن أنا أعمل منظار بطن تشخيصي أو منظار أشوف إيه سبب تأخر إنجاب، بالمرة أخش أكل مبيض. كون المبيض ده لازم يسبقه تحليل هرمونات معينة تعرفني أنا هعمل إيه في المبيض. تمام؟ طب دي كده يا دكتور، يعني هنا كده زي مثلا استئصال الكيس من المبيض. مظبوط؟ استئصال الكيس من المبيض، لو الناس تشوف يعني ايه، يعني احنا ليه فخورين بدار الام؟
ليه المنظيف دار الام انا بقول ليه ليس لها مثيل؟ انتوا رقم 10 على مستوى العالم. احنا على مستوى العالم تمام. ليه يا جماعه بنتبه؟ لان احنا ما بنستعملش الات كي تؤثر على المبيض او على مخزون مبيض. فهنا كان لنا دور كبير جدا ان احنا لما بنيجي نعمل استئصال اكياس من قلب مبيض بنفتح المبيض ونطلع الكيس ونقشره ونحط سله نحط الحاجه فيه ونطلع الكيس من السله خارج الايه؟ خارج التجويف البطني تمام. ونرجع تاني نخيط المبيض عشان ما يحصلش التصاقات في قلب المبيض مع اي جزء من اجزاء البطن. دور المناظير هو دور تشخيصي وعلاجي يا جماعه. مش اي حد يقول انا دكتور جراحه مناظير على الاطلاق خالص. ومش اي سيده تقول انا رحت عملت منظار. المنظار 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 انا بقول للسيد او الرجل جزء السيده التي محجوز معاها في المستشفى زوجتك دخلت اوضه العمليات الساعه كام؟ الساعه 9 مثلا. أوكي. خرجت منها 9:30 10 11 12 لازم الاسطوانه اللي تكون مع زوجتك هي مده العلاج او مده الجراحه الموجوده زوجتك داخل اوضه العمليات. دار الام بتطلع الاسطوانه في قلب الدوسيه بتاع المريضه وهي خارجه من اوضه العمليات تمام؟ ليه؟ بإحنا فخورين ان احنا بنطلع سيدهاية بمثل هذا العمل لاني اللي بيتصور وبيشتغل ايده كويسه بيدي السيده روجيتا و فايل وتقرير وسيدهاية كامله بخطه علاج السيده متى هتحمل في خلال ايه 6 شهور بخطه علاج بعد المنظر. كمان وقت الحمل مش بنحدده بتتوقعين او بتتوقعوا بيبقى له علاج اول 3 شهور هتعمل كذا 3 شهور كذا 3 شهور من الاجتماع هتحمل لوحدك. انا دايما يا دكتور بسمع ان في سيدات كتير لما عملوا منظار بطن ما كانوش بيخلفوا ولما عملوا منظار بطن خلفوا. تمام حلو. او حملوا ايه السر؟ لان كان عشان كده بقول لك ايه ان دور المنظار البطني هو دور طبيعي للفحوصات للسيده في تاخر انجاب. أوكي. بس هو اخر دور في تاخر الانجاب. بعديه بقدر احكم ان السيده هتاخد فرصه الحمل طبيعي ولا لا. يعني المنظار بيشخص ويعالج. بس ليه اخر دور؟ لما يعني هو بيشخص ويعالج. لا ما هو اخر دور في الفحوصات. بعديه السيده هتحمل. ما مش معقوله. السيده عملت المنظار المفروض السيده بعدها اما تحمل طبيعي يا اما انا هقول السيده هتتحول لحقن مجهري. طب متى تتحول السيده الى حقن مجهري؟ لما الاقي انا المشكله الانبوبتين صعبه ودي عدم وجود حاجه في الجراحات الصعبه بالنسبه لجراحه المناظير بالنسبه لدار الام. اوكي طب كمان مره كده يا دكتور احمد بنستخدم المنظار البطن في علاج حالات ايه؟ اول حاجه تاخر انجاب بنشوف بيه اذا كان استئصال جميع الاكياس بانواعها سواء اكياس ماي دون كي المبيض دون كي وبنبه يا جماعه دون كي بستأصل جميع الاكياس الموجوده بانواعها من قلب المبيضين بستأصل جميع الاورام الموجوده في قلب الرحم معظمها بخص الاورام اللي هي حجمها قليل بنستأصل جميع الالتصاقات الموجوده حوالين الانابيب بيتم فتح بعض الانابيب اللي مجمعه صديد بالنسبه للسيدات. اوكي. بنستأصل السيده تيجي بعد عمل قيصريه تقول يا دكتور انا عندي التصاقات او عندي الم موجود كتير بنكشف عليها كويس او بتعمل سونار او بتعمل اشعه بتقول ان في التصاقات في قلب الحوض بنعمل بيه استئصال لجميع التصاقات الموجوده في قلب الحوض بحيث ان احنا بنزيل الاسباب المؤديه لاما لوجود الم لاما وجود أورام لأن وجود تأخر إنجاب أو التصاقات في قلب أو أكياس في قلب المبيضين. أوكي طب إمتى يا دكتور نستخدم تقنية شفط الأكياس عن طريق المهبل من غير ما نستخدم منظار البطن؟ تمام. السيدة عندها نوع من أنواع الأكياس الموجودة في قلب المبيضين. طيب. فأنا سيدة
في بعض الحالات انا هعملها حقن مكاني او هديها فرصه حمل طبيعي او هشوف الاكياس المستحمله ان اعملها مظبطني. فبيتم التعامل مع الاكياس دي بمنظار رحمي عن طريق المهبل، وبيتم شفط الاكياس وبيتم علاجها بعد الشفط، بمعنى ان بديها بروتوكول علاج كل مرض من الامراض دي او من الحاجه المسببه لهذه الاكياس، سواء اندوميتريوزس سواء التهابات سواء مثلا خراج سواء حاجات كتير جدا. بنشفط الكيس وندي خطه علاج بعد المناظير، بحيث ندي للسيده لاما فرصه حمل طبيعي او فرصه للحقن المجاري. عجبني قوي موضوع خطه العلاج والسيدي وكل حاجه. احنا عشان كده بقول تاني يا جماعه، بقول وبنبه ان اي سيده تخش العمليات لازم تطلع بسيدهايه بالوقت اللي دخلت في العمليات. ليه؟ انا دكتور شاطر. بقول للسيده السيدهايه بتاعتك ايه؟ انا عامل شغل اتاخرت. مفيش مشكله، عارف ان انا اتاخرت عشان اطلع شغل كويس جدا ودقيق. في واحد ايده سريع وواحد ايده دقيق. لكن ما تخش عمال تقعد ساعتين وفي الاخر الخبط الدنيا واقعد منتج لها الفايب بتاعها واديها 5 دقائق. لا، دخلت تعمل 5 دقائق تاخد 5 دقائق، دخلت 10 دقائق تاخد 10 دقائق، دخلت ساعتين تاخد السيدهايه بساعتين. ليه؟ الا الدكتور الشاطر اللي هو اول ما تضع المريضه تحط سيدهايه. عشان كده اسالي اي مريضه دخلت عندنا، السيدهايه بتطلع مع المريضه في قلب الفايل وهي خارجه بتطلع عمليات. أيوة. مش بتستلمها من الريسبشن وهي خارجه تسمع في الفايل، بتستلمها ترجع المريضه مستلمه بكسه جاهزه من قلب الطعمات لقلب القلوب بتاعتها. هنا بنقول يا جماعه ايه؟ عشان انا نفسي لما اجي اعيد المنظار او اتفرج او اشوف ايه اللي حصل في المناظير او السيد ما حصلهاش انجاب بعد المنظار، اقدر اشوف السلهيه كويس جدا، بعرف من خلالها ايه اللي تم. في دكتور شاطر بس ايده بطيئه، اه عادي. في دكتور شاطر وايده سريع زي عندنا من كتر الشغل، شغله بيستعمل الات حديثه والات جيده وتقنيات حديثه جدا، وفي نفس الوقت بنسافر كتير ونعمل، فبالتالي ايدينا سريعه والالات بتساعد. ونوعيه الاله مش الات بس، اصل مش جراحه المناظير ان انا النهارده اعمل تروكر لا، النهارده بنطور طبعا الحاجات اللي ممكن اشيل بالها تساقط بدون ما تؤثر سواء هرموني او بالبايبولا او حاجات كتير جدا او الات ذات تقنيه عاليه جدا بتساعدنا. لان كل واحد محب مهنه، كل ما حب يجيب احدث الالات الموجوده انها تساعده وتساعد في تشخيص مريضه. من اجل احنا هدفنا في الاول وفي الاخر مش نعمل، لا، هدفنا ان الست تحمل. طب سيدات كتير يا دكتور بيقلقوا من موضوع اشعه الصبغه، فاحنا ممكن نعمل منظار بطن من غير ما نعمل اشعه بالصبغه؟ بص شيرين، هو نفس الخطا. لا، امتى اعمل؟ امتى اعمل الاشعه؟ اذا كان سيدي، انا بطمن السيده بقول لها خلي بالك ان الاشعه بالصبغه هي حاجه ضروريه ومنتظمه ومهمه جدا في تاخر انجاب. ليه؟ عشان انا ما اوقعش نفسي مشكله، بقول للسيده بعد اذنك انا هعمل اشعه بالصبغه وبعد كده منظار. طب هل ممكن تحل؟ اه ممكن تحل. بالنسبه لواحده سيده عندها جرح هعمل لها منظار قبل، يعني عامله جراحات بالبطن ممكن اعمل لها المنظار البطني لو السيده اصرت على عدم اشعه بالصبغه. حديث بقيمة حضرتك يا دكتور. انا للاسف وقت فقرتي خلصت معاك بسرعه جدا جدا. اه كان نفسي الحقيقه يعني وقت الفقره تطول اكتر من كده عشان نستفيد طبعا من معلوماتك وخبراتك. شكرا جزيلا يا دكتور احمد. كان معانا الاستاذ الدكتور احمد راجح، استشاري اطفال الانابيب والحقن المجاري وجراحه المناظير، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المناظير، عضو الجمعيه الامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، ورئيس مجلس اداره مستشفيات دار الام. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، استنونا فقرات مختلفه من عيش صح.